بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا اليوم الفضيل، اليوم الأغر من شهر رمضان، لافتتاح أو لوضع حجر الأساس لمشروع كبير وكريم من إخوة كرماء في تركيا، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني. هذا المشروع هي خطوة على طريق تحقيق السيادة الفلسطينية في المجال الطبي بإذن الله تعالى. وهذا المستشفى هو المستشفى الأول كمستشفى جامعي على مستوى فلسطين، وخير ما نبدأ به القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. صدق الله العظيم. الإخوة الكرام، كل باسمه ولقبه ومكانه وموضعه، نرحب بكم جميعا. والكلمة الآن للنائب جمال ناجي الخضري، رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حضرة السيد رفيق كايا، مدير مؤسسة تيكا في فلسطين، حضرة السيد الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، حضرة السيد رامي صب لبن من مؤسسة تيكا، و كل الوفد القادم إلينا ممثلاً لهذه المؤسسة، الإخوة أعضاء مجلس الأمناء بالجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعميد الكلية الجامعية، والإخوة العاملين في هذا المشروع من إدارة
ومهندسين وفنيين ومسؤولين، الطواقم الإعلامية وكل الحضور الكريم، لا أجد كلمات في هذه اللحظات التاريخية، ونحن نرى بأعيننا الأحلام تتحقق والآمال تتحقق والأهداف تتحقق. هنا يمكن أن نروي قصص. المكان، الزمان، الموقف، الحضور، المشروع، هذه الأرض المباركة الطيبة من أرض فلسطين كان يقبع هنا المستوطن، وكانت هذه أرض محرمة على الفلسطينيين، كانت مستوطنات واليوم محررات. هذه الأرض كم كانت تعاني، ثم كانت الإرادة، الإرادة القوية والعزيمة ليرحل المستوطن عن هذه الأرض، ثم لابد من بنائها وإعمارها، فكان للجامعة الإسلامية بغزة نصيب من هذا المشروع لإعمار هذه الأرض. فكرنا وعملنا من أجل أن تكون مدينة طبية ومدينة تكنولوجية هنا على هذه الأرض، لكن هذا الحلم وهذه الرؤية يحتاج إلى من يساعده، إلى من يقدم له، إلى من يعطيه، فكانت تركيا. الجواب جاء من تركيا، الجواب جاء من السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، الجواب جاء من مؤسسة تيكا، الجواب جاء من كل الشعب التركي، انطلقوا في البناء والعمل فنحن معكم ندعمكم. فكان قرار إنشاء أول مستشفى جامعي في فلسطين ليكون الأساس للمدينة الطبية. إذن هي لحظات تاريخية نحيي فيها تركيا. عندما نقول نحيي تركيا، رئيس تركيا، شعب تركيا، مؤسسات تركيا، ولا ننسى طبعا حكومة تركيا وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان الذي نحييه اليوم. من هنا أجمل تحية، ونقدم له كل الشكر باسم الجامعة الإسلامية بغزة وباسم كل أبناء شعبنا الفلسطيني على تبنيه لمشروعات حيوية وهامة في فلسطين، في غزة، في الجامعة. قدم الكثير للجامعة الإسلامية، المستشفى الجامعي، المختبرات الجامعية، دعم طلاب الجامعة، دعم طلاب لدرجة الدكتوراه، إضافة إلى الدعم الكبير في مجالات البنى التحتية
والبلديات والخدمات في كافة المرافق. هذا اليوم نضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي سيكون بإذن الله تعالى باكورة مشروعات كبرى تقام في هذه المدينة، المدينة الطبية، وإلى جارها المدينة التكنولوجية. ونعدكم بإذن الله تعالى أن يستمر العمل والعطاء والبناء حتى نحقق لأهلنا ولشعبنا ولطلابنا الرفعة، ونحقق لهم الاستقرار، ونحقق لهم الأمن الصحي والطبي والتعليمي، ونبذل كل الجهود من أجلهم. نحمل السيد رفيق كايا اليوم، نحمله التحيات، ونحمله الشكر، ونحمله التقدير لتركيا، فهو يقف بيننا اليوم وهو يبذل كل الجهد من أجل نجاح هذا المشروع، من أجل العمل لإنجاحه، من أجل العمل لتقدمه، فله الشكر والوفد المرافق له. وأتمنى لكل العاملين في هذا المشروع من إدارة وفنيين ومهندسين ومشرفين ومقاولين كل نجاح، فهذا مشروع تحدي. صحيح أنه مشروع الصداقة التركي الفلسطيني للجامعة الإسلامية بغزة، لكنه مشروع لفلسطين يحمل هذا الاسم. إذن لا نقبل إلا نجاح، إلا تميز، إلا إبداع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر حضرة النائب جمال ناجي الخضري رئيس مجلس الأمناء، وندعو حضرة الدكتور كمالين كامل شعات رئيس الجامعة الإسلامية ليتحدث في هذه المناسبة الطيبة للشعبين الفلسطيني والتركي عن أثر هذا المشروع الكبير على النواحي الأكاديمية في الجامعة الإسلامية وأثره على الشعب الفلسطيني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرة الأخ الأستاذ رفيق كايا والوفد المرافق له، حضرة أو معالي النائب جمال ناجي الخضري رئيس مجلس الأمناء، الإخوة أعضاء مجلس الأمناء، الإخوة الزملاء العاملين في الجامعة الإسلامية، الإخوة العاملون في المشروع في مختلف مراحله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه إن شاء الله يوم مشهود، هذا اليوم الذي نحتفل فيه بوضع حجر الأساس لمشروع المستشفى الجامعي، المستشفى التعليمي، مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية. هذا المشروع الذي نأمل أن يكون أولاً هو فاتحة خير لمشاريع أكبر وأوسع لخدمة هذا الشعب ولتوثيق أواصر الأخوة والصداقة والمحبة مع الشعب التركي الصديق، ومع الحكومة التركية، ومع المؤسسات التركية. وعطفا على ما ذكره قبل قليل معالي النائب جمال ناجي الخضري من جغرافية هذا الموقع وتاريخ هذا الموقع، حيث أنه كان مستوطنة محرمة على الفلسطينيين، والآن هو محررة، هي ستكون إن شاء الله قلعة تنشأ عليها مشاريع لخدمة هذا الشعب الفلسطيني. فنعود قليلا إلى الوراء ونذكر أن في هذا الموقع وقريبا منه في الحرب العالمية الأولى كانت الموقع الكبيرة بين
الحلفاء ودول المحور في ذلك الوقت وخاصة تركيا، وامتزج على هذه الأرض الدم التركي والدم الفلسطيني في مقابل المستعمر البريطاني الذي جاء واستعمر فلسطين في ذلك الوقت. وأنا أذكر هذا الكلام ليس فقط من كتب التاريخ، بل سمعته شخصيا من جدي الذي حضر هذه المعركة، معركة الحرب العالمية الأولى، حيث كان يخدم في الجيش التركي الذي كان هو الجيش الإسلامي الذي يحمي كل هذه البلاد. والحقيقة أن هذا المشروع وهذا المستشفى، يعني أنا أقترح أنه ليس بمستشفى الصداقة، بل هو حقيقة هو مستشفى الأخوة التركية الفلسطينية التي تجلت في المواقف المشرفة التي عبر عنها دولة رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان في الفترة الماضية، وخاصة إبان حرب غزة وما بعدها. والحقيقة أننا نريد أن نستثمر هذه الفرصة ونبعث بكل التحية والتقدير لتركيا، تركيا رئيس الجمهورية، تركيا رئيس الوزراء، تركيا الحكومة، تركيا المؤسسات المختلفة، وخاصة اليوم لدينا مؤسسة تيكا، تركيا الشعب التركي الذين يقفون فعلا وليس فقط قولا في مساندة الشعب الفلسطيني. والحقيقة أنه ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل هم يساندون الآن كل الشعوب التي تحاول أن تتغلب على القهر والظلم الذي يعيشون فيه. هذا المشروع إن شاء الله سيكون فاتحة خير للشعب الفلسطيني، فاتحة خير للتعليم العالي الفلسطيني، فاتحة خير للخدمة الصحية للشعب الفلسطيني. وتعلمون أن الخدمة الصحية في فلسطين ربما تمثل ربع الخدمات المقدمة أصلا لكل المجتمع الفلسطيني، فإذا والربع الآخر ربما في التعليم، فإذا نقول أن هذا المشروع هو ربما يمثل أكثر من نصف الخدمات التي يمكن أن تقدم لهذا الشعب الفلسطيني، خاصة وأننا نقول أن باستمرار الجامعات هي منارات لأي مجتمع من المجتمعات تنهض به بمجمله. فإذا ما كان هناك مشروع في جامعة ونجح هذا المشروع، يعم خيره إن شاء الله على جميع الأنحاء في المجتمع. في ختام كلمتي هذه نكرر الشكر والتقدير للإخوة في مؤسسة تيكا الذين يتجشمون العناء كل حين ويأتون إلى هنا ويتابعون العمل ويتابعون تقدم هذا المشروع وغيره من المشاريع، وهم يمثلون في ذلك مؤسستهم الكبيرة ومركزها في تركيا، وهم كذلك يمثلون الوزارة الخارجية التركية والحكومة التركية التي تساند الشعب الفلسطيني. وهذا أحد صور إسناده بتقديم العون له. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر حضرة الدكتور كمالين كامل شعت رئيس الجامعة الإسلامية، وجاء دور أهل الفضل أهل الكرم، فنتشرف بدعوة الأستاذ رفيق كايا مدير مؤسسة تيكا ممثلا للحكومة التركية بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. Herkese iyi akşamlar. Sayın İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Hudari, üniversitenin değerli mensupları,
yüklenicinin değerli çalışanları, bütün arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Masa el khair etemenna lil jami' ala ra'sihum reis meclis el umana doktor Cemal Khudari, jami' taqim el jami' al islamiyye ve jami' al hudur. Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla çıktığımız yolda bugün temel atma aşamasına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. حسب تعليمات رئيس وزرائنا نمضي اليوم أول خطوة في وضع حجر الأساس للمشروع الذي بدأنا فيه. 2010 yılında başladık çalışmalara ancak bugün itibariyle teminatma aşamasına geldik. Bugüne kadar emeği geçen gerek üniversite mensuplarına, gerek başkanlığımız çalışanlara, gerekse inşaatı yüklenen firmaya, AKEL'e çok çok teşekkür ediyoruz. بدأنا بالمشروع منذ عدة شهور ولكن اليوم نضع حجر الأساس منذ بداية العمل في المشروع وحتى هاي اللحظة نقدم الشكر لجميع من عمل وخدم هذا المشروع وعلى رأسهم شركة عكر للإنشاءات. Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin inşallah Gazze'de çok önemli bir açığı kapatacağına inanıyoruz. Tamamlandığında sadece Gazze'nin değil bölgenin oldukça modern bir sağlık tesisine kavuşmuş olacak. أتمنى أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني سيسد فجوة في قطاع الصحة والخدمات الطبية وسيقدم خدمة كبيرة للإنسان الفلسطيني. إن شاء الله 2 yıl sonra hatta 2 yıla kalmadan da inşaatı tamamlamayı ve burada açılışı yapmayı diliyoruz. إن شاء الله بعد سنتين أو أقل من سنتين سنأتي إلى هنا لعمل افتتاح على انتهاء البناء من هذا المستشفى. Böyle bir mübarek günde temelini attığımız inşaatın herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Fi hada al-yom al-mubarak atamanna lil-jami' masaan sa'idan wa yatakum al-afiyah. هذه الهدية التذكارية للسيد رفيق كايا وهو وسام الجامعة الإسلامية. ونقدم أيضا الوسام للسيد رامي صب لبن تقديرا لجهوده. أهلاً فيك، شكراً.